شراء مشروب ساخن أو قطعة شوكولا من موزع آلي في أحد الأماكن العامة عن طريق رسالة قصيرة أصبح ممكناً اليوم في فرنسا. غالباً لا يملك المستهلك قطعة نقد معدنية لشراء سلعة من إحدى ماكينات توزيع الأغذية. اليوم لم يعد الأمر مشكلة، فما على الزبون إلا إرسال رسالة قصيرة برقم الآلة ورقم وسعر السلعة التي يود شراؤها. وبعد لحظات من رسالته يتلقى الزبون رسالة قصيرة تطلب منه اختيار المنتوج المراد شراؤه، ثم تقوم الآلة بدورها بطرح المنتوج إلى الزبون. راودتنا هذه الفكرة عندما لاحظنا أن أغلب زبائننا هم من الشباب، وهم من أكثر مستخدمي الرسائل القصيرة في حياتهم اليومية. أصبحت طريقة الدفع إلكترونيا جزءا من حياة المستهلك الفرنسي، فبعد مواقف السيارات وبطاقات المترو عبر الرسائل القصيرة تعد هذه الطريقة أسلوبا جديدا للدفع يوفر الوقت والعناء على الزبون. طريقة سريعة وعملية، خصوصا أن الرسائل القصيرة التي نرسلها هي رسائل مجانية. تبقى شركات الأغذية المستفيدة الأكبر من هذا النوع من الدفع، إذ تجنب أصحابها السطو على آلاتهم التي تتعرض صناديقها للسرقة باستمرار من قبل لصوص يقومون بكسرها للحصول على النقود الموجودة في داخلها. ليث بزاري، العربية، باريس.